السلام عليكم. في هذا الكورس رح نتعلم لغة الـ PHP. طبعا لغة الـ PHP هي اختصار الـ Hyper Text Preprocessor، هي Server Scripting Language. طيب أنا لحتى أتعلم اللغة هاي شو محتاجة أنزل على جهازي؟ طبعا محتاجين لحتى نكتب كود PHP على أي إديتور. ممكن تروح على الإنترنت تنزله، مثلا في عنكو إديتور كتير، طبعا في عنكو Sublime Text ممكن تنزلوه، او في عندكم الباكيتس ممكن تنزلوها برضو، تكست اديتور عادي. تمام، او في اديتور برضو حلو اللي هو الاتوم، فاي اديتور بتقدروا تنزلوه. انا بالمناسبة منزلة سابقا على جهازي الفيجوال ستوديو كود هاد. فطبعا هل في داعي انزل انا اديتور؟ يعني النوت باد بتزبط تمام، بس شو فكرة اني انزل اديتور؟ طبعا المبرمجين بفضلوا انهم ينزلوا اديتور في حالة انه مثلا بدي الايرور يظهر بلون احمر، بدي بعض الاكواد تكون جاهزة ينعمل امبورت لكلاس معين على طول، يعني من ناحية التحسينات لهيك بنزلوا اديتور. طبعا هل النوت باد بزبط؟ طبعا بزبط، لانها بالنهاية هي عبارة عن اديتور محرر، بقدر اكتب عليها كود PHP. تمام، فانتو اي اديتور ممكن تنزلوا على جهازكم. طيب الخطوة الثانية شو محتاجة انا انزل؟ الان محتاجين ننزل PHP عشان اشتغل انا لوكال على جهازي. بدي انزل PHP، بدي انزل ايضا داتابيز SQL داتابيز. ليش بتلزمني؟ طبعا حكينا PHP هي بتشتغل على السيرفر، فانا بدي داتابيز اخزن داتا عشان الـ PHP تعمل communication مع هاي الـ database لما أنا بدي بيانات منها وأعرضها في الـ HTML templates. يعني فرضا عندي موقع مثلا يمثل زي المتجر مثلا، موجود فيه products items معينة، فأنا بدي هاي الـ items بتكون مخزنة في database، والـ PHP رح تتواصل مع هاي الـ database عشان تعمل select لهاي الـ data وأعرضها في الـ HTML template لموقعي، او اذا بدي اعمل create update اي عمليات بواسطة PHP بالربط مع شوية جمل SQL بتربط مع الداتابيز وبقدر اجيب منها بيانات. الكلام هذا لبعدين ان شاء الله بتفهموه ان ما فهمتوش الفكرة. طيب الان محتاجين نفكر كيف هعمل serve up لملفات PHP. يعني انا عملت على جهازي ملفات PHP تمام، طبعا نظرا لانه PHP بتشتغل على السيرفر فهي لغة سيرفر سايد، على عكس يعني PHP طبعا هي انا بتلزمني لبرمجة مواقع ويب، فهي باك اند مش فرونت اند زي ال HTML CSS او ال GS، فهي سيرفر سايد. فانا محتاجة لوكال ديفلوبمنت سيرفر محلي وانزله على جهازي عشان اعمل رن لاكواد او لملفات PHP. طيب فهلأ المطلوب مني ثلاث أشياء: PHP، محتاجة داتابيز SQL داتابيز، ومحتاجة يكون في عندي لوكال سيرفر على جهاز. طبعا أنا مش هنزل هاي الأشياء المنفصلة، هنزل تول اللي هي الإكزام أو الإكزام، طبعا هي متوفرة على أي operating system سواء ويندوز لينكس أو الماك. تمام، فانتو بتنزلوا، انا طبعا نزل على جهازي، فانتو بتعملوا عملية انستل، طبعا ما عليكم الا تعملوا نيكست وبتنزلوه على جهازكم. طيب الان هذا الاكزام بكون موجود فيه هاي الثلاث اشياء اللي حكيناها سابقا اللي هو PHP، او طبعا اول ما تنزلوا رح يفتح معكم هيك، بتكون فيها الاباتشي. الاباتشي هو سيرفر تمام، اوبن سورس ويب سيرفر عشان يعمل زي ديليفري للويب كونتنت، وحينزل معها برضو اللي هي الماي اس كيو ال، هذه تمثل الداتابيز رح نتعامل معها حاليا، خلي مفهومها لبعدين. فحاليا اول خطوة نحن محتاجين الاباتشي. بداية حتعملوا الها ستارت تمام، ونضغط الادمن نشوف شو رح يودينا لما اضغط على ادمن. هيفتح معكم الصفحة هاي تمام، لوكال هوست سلاش داشبورد. اللوكال هوست اللي هي برضو زي
اي بي اللي هي 127.0.0.1، او ممكن اكتبها لوكال هوست ككتابة. فاللوكال هوست زي كأنها بتتواصل مع جهازك عشان تحصل على صفحات الويب. حكينا لانه الاباتشي عبارة عن سيرفر، فانا هيني هي فعلته، طبعا لازم تعملوا له ستارت عشان يقدر تيجي هاي الصفحة. طيب فعليا الان لو بدنا نفهم، طبعا هاي الاكزام حكينا بنزلني سيرفر اللي هو الاباتشي، الماريا داتابيز تمثل لي الداتابيز بالاضافة للبي اتش بي ولغة البيرن كاكسترا. طبعا هي الاكس ام، اختصار ايش الاكس ام؟ الاكس حكينا تمثل الاوبريتنج سيستم اللي بتشتغل عليها البرنامج هذا اللي بيشتغل على الويندوز ماك او لينكس. الاي تمثل الاباتشي سيرفر، الان تمثل الماريا داتابيز او الماي اس كيو ال، البي بي تمثل لغه البي اتش بي او لغه البيرن. تمام، فهذا اختصار الاكس ام. طيب الان ممكن تتسالوا انه من وين اجت الصفحه هاي لوكال هوست سلاش داشبورد. طبعا اول ما تعملوا انستل للاكزام، مفترض ينزل عندكم في السي، داخل السي حيكون في مجلد الاكزام. طبعا داخل الاكزام في فولدر اسمه الاتش تي دوكس. هذا الاتش تي دوكس كل ملفات بي اتش بي راح تكون داخل هذا المجلد، تمام، لحتى اقدر اعمل سيرف اب لهاي الملفات البي اتش بي لازم تكون داخل مجلد الاتش تي دوكس. تمام، فداخل الاتش تي دوكس انا حتكون بيئه عملي داخل هذا الفولدر. انا هنا مستخدم فولدرات، ما علينا. انتوا اول ما تفتحوه حيكون في عندكم الاشياء هاي اللي تحت، وفي حيكون عندكم مجلد اسمه الداش بورد. لما افتح الداش بورد في عندكم صفحه حتكون اسمها اندكس. صفحة الاندكس هاي هي اللي تمثل الصفحة هاي. لما اكتب لوكال هوست سلاش المجلد داشبورد سلاش حينفذ اللي هي الصفحة هاي. انا لو فتحتها مثلا نوت باد عادية بغض النظر عن كود، اذا انتبهتوا هنا شايفين هاي مثلا الناف بار هاي في عندي، خلينا بس لو تتأملوا هنا شايفين الابليكيشن الاف اي كيو هاو بي اتش بي، فهاي تمثل الصفحه اللي احنا فاتحينها حاليا اللي هي هاي. تمام، فاللي بيسال من وين اجت الصفحه هاي فهو دخل على فولدر الداش او المجلد الداشبورد سلاش بنفذ الصفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال. طيب الان خلينا بس ننشئ هيك مثال بسيط، او قبل ما ننشئ ممكن بعضكم لما يفتح هنا، لما يفتح الادمن ممكن يجي ايرور بخصوص البورد. اذا انتبهتوا هنا الديفولت البورد 80، فان واجهتكم مشكله انه الصفحه هاي ما بتفتح معكم ممكن تغيروا في البورد، تحطوه لاي رقم. هتروحوا على الكونفيج تختاروا الاباتشي الى httpd.conf تفتحوا، تمام، وتدوروا على وين في رقم 80 ممكن تغيروا هذا البورد. تمام، لسن 80، فممكن انتوا تغيروا البورد لاي رقم بدكم اياه، مثلا 80 11. تعملوا سيف، بعد ما تعملوا سيف حتروحوا هنا تاني بس نعمل ستوب ونعمل ستارت تاني. تمام، تفتحوا الادمن. تمام، طبعا اجت هيك منطقي لان اللوكال هوست بيكون على 80، فانتم ممكن تكتبوا البورد اللي هو كتبنا 80 11 ويفتح معكم. فان واجهتكم مشكله انه ما بيفتح معكم ممكن بس تغيروا البورد. تمام، خليني بس انا ارجع ل 80. تمام، طب خلينا نعمل مثال بسيط. حكينا لازم يكون بيئة عملنا داخل مجلد ال htdocs عشان ينعمل سيرف اب لملفات ال php. فأنا هنا بدي أعمل فولدر، بدي أسميه مثلا تيست. داخل هذا الفولدر بدي أعمل صفحة html.
خلينا ننشئ ملف اسميه مثلا index، اي اسم بدكم اياه، واكتب فيه مثلا hello welcome ايا كان. تمام، بس خلينا نغير الامتداد html. تمام، طيب كيف اعمل سيرف لهذا الملف؟ حكينا هو موجود داخل ال hd docs. اذا localhost/ بكتب هو موجود داخل مجلد اسمه تيست، فهكتب تيست، مفترض يجي لي كل الملفات اللي داخل المجلد تيست. تمام، سلاش، طبعا اول ما اكتب سلاش هو بنفذ الملفات اللي فيها. في عندي ملف اسمه الاندكس، خلينا بس هذا نحذفه، فنفذ لي صفحة ال HTML اللي هي الاندكس. تمام، هي عشان اسمها اندكس، فلما اكتب سلاش بتعرف انه سلاش اللي هي صفحة اندكس. لو غيرنا مثلا اسمها تمام، فالان مجلد التست موجود داخله في ملف test.html. لو ضغطنا عليه راح ينفذ لي الملف، وطبعا هنا بكتب اسم الملف. طبعا قبل ليش ما اجى؟ لانه هي البي اتش بي صفحه الاندكس بتعتبرها هي سلاش، يعني لما احط سلاش كانه بتنفذ لصفحه اندكس باي ديفولت. طيب هذا مثال هيك بسيط كيف ممكن انا اعمل يكون عندي كود مثلا بي اتش بي واعمل له سيرف اب وافتحه على السيرفر. طبعا لازم تتاكدوا انه كيف اللي حينعمل سيرف اب لهاي الملفات، لازم تكون عاملين ستارت للاباتشي سيرفر، هاي اهم خطوه. طيب انا حكيت سابقا اني رح اتعامل مع الايديتور فيجوال ستوديو كود، فلو فتحنا قبل ما نفتح هنا الان، لو مثلا محيت وحطيت انتر حيودين على وين؟ اعمل ريدايركت على مجلد الداشبورد سلاش صفحة الاندكس. طبعا ليش اعمل ريدايركت على هاي الصفحة؟ لانه في الاكزام طبعا حكينا هنا داخل مجلد الداشبورد في صفحة الاندكس، ففي عندي انا كود بي اتش بي مكتوب في هذا الكود ان اعمل لي ريدايركت على هاي الصفحة اللي هو حيكون الملف index.php. يعني لو فتحنا هذا الملف هتلاقوا مكتوب فيه كود يعمل لي ريدايرك على هاي الصفحة. تمام، بغض النظر مش مطلوبين تفهموا منه. طبعا هاي الجملة هي هاي الجملة الهيدر location، تعمل لي ريدايرك على صفحة الداشبورد، هاي سلاش داشبورد، فودتني ريدايرك على هاي الصفحة. طيب لو ناخذ مثال بسيط بس نطبع جملة او نعرف كيف بفتح تاج البي اتش بي، خلينا بس نفتح صفحة جديدة نحفظها داخل مجلد الانشأنات تيست، ونكتب اسم الصفحة مثلا بلاش اندكس test2.php. طيب الان البي اتش بي كيف بكتب انا كود بي اتش بي؟ اول شغله بدي افتح تاج البي اتش بي، بكتب بي اتش بي، اسكر التاج هكذا. طبعا داخل السكوب هاد حكتب هنا كود البي اتش بي. طبعا زي اي لغه في عندي جمل طباع حتى تعمل برينت اوت على السكرين. في البي اتش بي في الكوماند الايكو، بكتب هنا مثلا الاشي اللي بدي اطبعه على صفحة ال HTML hello مثلا سيميكولون. طيب لو نفذت الصفحة هاي وحروح هنا داخل مجلد التست اللي حفظناه في مجلد التست، حفتح هنا الملف test.php اسم الملف وطبع لي هلو.
طيب الآن هل ممكن أن أكتب كود HTML داخل صفحات PHP؟ طبعا فيمكن تضمين كود HTML. مثلا لو كتبنا كود HTML نفتح هنا بدي أكتب كود PHP بفتح التاج تاع PHP. خلينا بس هنا نسكر التاجز تمام، نعمل ران تاني هنا تمام. فيمكن ان انا اكتب كود HTML داخل صفحات البي اتش بي. طب لو احنا مثلا فتحنا على الفيو بيج سورس، شايفين ايش اجى عندي هنا؟ هلو، كاني بكتب هنا كود البي اتش بي كانه بكتب HTML عاديه تمام. طب هذا مثال بس هيك بسيط كيف انا بعمل ملف بي اتش بي، كيف اعمل له سيرف اب على السيرفر وافتحه من بكتب لوكال هوست سلاش، ان كنت كاتبه مجلد بكتب اسم المجلد بعدين اسم الملف اللي بدي اعرض الكونتنت تبعه. ما ننسى انه يكون الاباتشي ستارت تمام. طيب يعطيكم العافيه.